أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون الا بعهد من الله عز وجل، بمعنى ان كل تصرفاتهم انما هي بامر من الله، وفي هذا الباب بيان بعض الاحاديث التي تتضمن للذكر الوصيه التي نزلت من السماء مكتوبه على رسول الله محمد صلى الله عليه واله. وعليها اختام فسلمها رسول الله لعلي امير المؤمنين عليه السلام ففك الختم الذي يرتبط به فقرا ما فيها وفي طول حياته نفذ ما في تلك الوصيه فلما دنت منه الوفاه سلمها للامام الحسن ففك الختم الذي يرتبط به فأيضا قرأ ما في الوصية ونفذ ما أمر به ومن بعدها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فك الختم وكان فيه حسب ما في الحديث السابق الأول والحديث الثاني أن يخرج للشهادة مع أقوام لا شهادة لهم إلا معك ثم بعد ذلك فك الإمام زين العابدين الختم المرتبط به ومن بعده الإمام الباقر فك الختم المرتبط به، هذا تلوناه في الحديث الأول في الحلقة الماضية، الحديث الثاني أيضاً عن الإمام الصادق بنفس المعنى، الإمام الصادق يبدو أنه كرر ذكر هذه الوصية لمجموعة من خواصه أصحابه، إلا أن هذا الحديث الثاني فيه زيادة، يعني الإمام الصادق في الحديث الأول ذكر إلى والده الإمام الباقر عليه السلام، وذكر أنه دفعها الوصية إلى الذي يليه، فهنا الراوي يقول أنت يعني والامام بعد ذلك يذكر انه دفعها وسيدفعها للذي من بعده فان الله سبحانه وتعالى قد عين الامام من بعده وهو الامام الكاظم، لكن في الحديث الثاني الامام الصادق عليه السلام يبين شيئا من الوصيه مما ترتبط به، في الحديث الاول ما بين للراوي الاول ما يرتبط به عليه السلام لكن في هذا الحديث الثاني يبين ما يرتبط به ولذا يقول في هذا الحديث الثاني اوائل الحديث هو نفس الحديث السابق يقول ثم دفعه الى ابنه جعفر يعني نفسه الشريفه الامام الصادق عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه الامام الصادق هنا ينقل ما رآه هو بنفسه فوجد فيه حدث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن إلا الله عز وجل وأنت في حرز وأمان ففعل يعني ففعلته الإمام الصادق هنا يبين الوصيه الالهيه التي نزلت على رسول الله فيما يرتبط به عليه السلام حدث الناس وافتهم حدث الناس لان الائمه من قبل الامام الباقر كما ذكرنا كانوا في تقيه فكثير من الامور لم يبينوها إلا الخواص الخواص حتى يبقى الدين لكن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما الصلاة والسلام كان في ظرف هذا الظرف سمح لهما أن ينشر علوم الرسول وآل الرسول بين الناس الظرف كان شيخوخه الدوله الامويه وقتالها مع الدعوه العباسيه وكذلك بدء تاسيس الدوله العباسيه حيث كانوا منشغلين بامور اخرى في هذا الظرف كان بيان الاحكام الشرعيه وكان بيان تفسير القرآن، وبيان ما يتعلق بالدين لا محذور فيه، ولا يخشى من السلطات في ذلك، فانتهز عليهم الصلاة والسلام الفرصة، وحدث الناس، وحدث وحدث بشكل عام، الأئمة السابقين كانوا يتكلمون بشكل خاص، وكذلك الأئمة اللاحقون. لكن الإمامين الصادق والباقر عليهم الصلاة والسلام كانا يتكلمان بشكل عام حتى أنه أحصي الذين تتلمذوا على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بأربعة آلاف شخص، وهؤلاء ليسوا فقط من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كانوا من جميع المذاهب والفرق لأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله علنا فكان يحضر الجميع سواء من الذين يعتبرونه إماما أو الذين لا يعتبرونه إماما وإنما يعتبرونه عالما من علماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فلذلك انتشر العلم أولاً على يد الإمام الباقر، وثانياً على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وحتى رؤساء المذاهب لغير الشيعة إما درسوا عند الإمام الصادق مباشرة كأبي حنيفة درس عند الإمام سنتان سنتين بحيث قال لولا له السنتان لهلك النعمان. وآخرون درسوا بشكل غير مباشر بمعنى أنهم تتلمذوا على يد تلاميذ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وإن وجدت في الآخرين حقا فمن شاءه الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لذا في هذا الحديث القدسي الوصية التي نزلت من السماء يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الذي نزل على الرسول حدِّث الناس، عن الناس بشكل عام، مو أنه تحدِّث خواص أصحابك، وأفتهم بشكل عام، بين الأحكام الشرعية التي تستنبط من الكتاب والسنة، وانشر علوم أهل بيتك، علوم الأئمة الماضين وعلومك الذي تعلمتها من آبائك هذه أنشرها بين الناس وصدق آبائك الصالحين يعني هذا مو معنى أنه أنت الآن مشغول بنشر العلم آباؤك الذين ما سمحت لهم الظروف لينشروا العلم كانوا على خطأ لا كانوا على صح لكن ظروفهم اقتضت بأن يتصرفوا بشكل آخر ولذا وصدق آباءك الصالحين لأن الأئمة مثل الأنبياء في هذه الجهة الأنبياء كل سابق منهم يبشر باللاحق وكل لاحق يصدق السابق يعني عيسى عليه السلام بشر برسول الله محمد صلى الله عليه واله ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد ورسول الله محمد صلى الله عليه واله صدق عيسى وصدق الانجيل الذي نزل على عيسى لا الانجيل المحرف وهكذا سائر الانبياء الائمه كذلك السابق يبشر باللاحق واللاحق يصدق السابق، لماذا؟ لانهم كلهم نور واحد وكلهم معصومون وكلهم يتصرفون بامر من الله سبحانه وتعالى. يعني موسى عليه السلام وعيسى ونوح وابراهيم ومحمد رسول الله صلى الله عليه واله، اذا تقرا سيرتهم قد تجد هناك أوجه تشابه وتجد أيضا أوجه اختصاص. لكن هل هناك تناقض؟ كله. لأن كل واحد منهم معصوم نفذ ما أراده الله سبحانه وتعالى وأمر به. فإذا موسى عليه السلام مثلا خرج ببني إسرائيل من مصر إلى فلسطين. وعيسى لم يفعل ذلك هذا ليس بمعنى ان احدهما خطا والاخر صح لا كلاهما صح ذاك في ظرف كان الله امره باخراج بني اسرائيل من منطقه الى اخرى وذاك كان في ظرف لم يكن المفروض منه اخراج قوم من مكان الى مكان اخر وكذلك لا يم عليهم الصلاه والسلام وصدق ابائك الصالحين ولا تخافن الا الله عز وجل وانت في حرز وامان. الانسان قد يكون في تقيه اذا يخاف من غير الله سبحانه وتعالى لحفظ نفسه او لحفظ الدين او لمساله اهم هذا لا باس به موسى عليه الصلاه والسلام يقول ففررت منكم لما خفتكم. أو في, حديث في آية أخرى يقول فخرج منها خائفا يترقب هذا الخوف الغريزي الطبيعي والله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بأن يحافظ على نفسه حتى إذا كان ذلك يستدعي التقية والنطق كلمة الكفر كما في قضية عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن إذا نشر الدين كان، نشر الدين كان أهم. الإنسان نفسه فداء للدين. فداء للعقيده. فداء للرب سبحانه وتعالى. وأحياناً الإنسان لا يتجه عليه ضرر في بيانه للحق وللحقيقه. فلا وجه للتقيه في هذه الحاله الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي في هذه الوصيه وصيته للامام الصادق انه لا يخشى عليه من بيان الاحكام الشرعيه كما ذكرنا في الحلقه الماضيه الامام الصادق سم ومات مسمومه لكن لم يكن وجه قتله بالسم لأنه بين الأحكام الشرعية، وإنما بسبب الحسد، حتى المنصور العباسي ما كان يخاف من الإمام عليه الصلاة والسلام سياسياً، بأن مثلاً الإمام يخرج عليه، لا، هو كان يدري الإمام الصادق من البداية. ما دخل في هذه الحركات العسكريه ضد بني اميه ولا ضد بني العباس من بعدهم، يعني حينما اجتمعوا في زمان او في اواخر زمان بني اميه اجتمعوا مجموعه من الكبار كان فيهم الامام الصادق وكان فيهم السفاح وكان فيهم المنصور وكان فيهم عبد الله ابن الحسن ابن الحسن وابنه محمد محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن كان فيهم هؤلاء الجميع كان يذعن بان الاولى بتبوء منصب الخلافه الامام الصادق فاقترحوا عليه ذلك فالامام رفض بعد ذلك في قتال بني أمية وبن العباس قبل ما أبو مسلم الخراساني ينحاز إلى بن العباس وكان في انحيازه الدور الأكبر في إسقاط الأمويين وقيام الدولة العباسية أبو مسلم في البداية كان رأيه الإمام الصادق فكتب رسالة إلى الصادق. والامام الصادق ما استجاب له. بعد ان ياس من الامام الصادق كتب الى بني العباس وانحاز اليهم وكان بالتحاقه بهم الظفر على بني اميه، والمنصور يدري لانه هو عايش هذه القضايا. وبعد ذلك لما خرج محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن الذي كان يلقب بالنفس الزكية حينما خرج في المدينة أراد من الإمام الصادق أن يلتحق به الإمام ما التحق به وحبس الإمام الصادق ليبايع فلم يبايع والمنصور كان يدري فلما جيش ال... عباسي تغلب على حركة محمد بن عبد الله وقتل محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن صفى الأمر للمنصور كل ذلك المنصور يعلمه وما كان عنده مشكلة مع علم الإمام ما كانت له مشكلة مع مثلا أن الإمام يريد أن يتبوأ منصب الخلافه الظاهريه وان يكون حاكما، ولكن حسدا من الامام الصادق قتله، فلم يكن قتله لاجل الخوف من علمه او لاجل الخوف من تحركه عسكريا، لذا في هذا الحديث القدسي الوصيه الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تخافن الا الله عز وجل وانت في حرز وامان ففعل. بعد ذلك الامام الصادق عليه الصلاه والسلام عندما ذكر نفسه يذكر انه سلم الوصيه الى ابنه الامام موسى بن جعفر عليه السلام ولعله هذا كان في اواخر حياته. ثم يقول: وكذلك يدفعه موسى إلى الذي بعده، ثم كذلك إلى قيام المهدي صلى الله عليه، فمعنى ذلك أن جميع الأئمة تصرفاتهم بعهد معهود من الله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، هذا الحديث مر فيما مضى ولكن هنا بالمناسبة يكرر الكليني رضوان الله تعالى عليه قطعة منه بما يناسب هذا الباب، وهو أنه واحد لا يتصور أن هناك تناقضا في سيرة أمير المؤمنين والإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين، لا سيرتهم متطابقة لكن الظروف مختلفة ولذا تجد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله خمسة وعشرين سنة لم ينهض لم ينهض بالأمر ثم بعد ذلك الظروف كانت مهيئة ففي سنة خمسة وثلاثين بعد مقتل عثمان لما بايعه الناس نهض بالأمر فبغوا عليه فقاتلهم. في الجمل وصفين والنهروان. كذلك الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام نهض لفترة الستة أشهر الأولى ثم بعد ذلك قعد. والإمام الحسين كذلك في بداية أمر عشر سنوات قعد وفي آخر ستة أشهر من حياته نهض إلى أن استشهد. ماكو تناقض في تصرفاتهم، وإنما الظروف ومصلحة الإسلام والمسلمين كانت تقتضي التصرف كما تصرفوا، ولم يكن تصرفهم باجتهاد شخصي منهم، وإنما كان قضاءً أن من الله سبحانه وتعالى وقدرًا منه، هذا الحديث الثالث يدل على ذلك، لذا عن الامام الباقر، قال له يعني للامام الباقر حمران جعلت فداك. أرأيت ما كان من امر علي والحسن والحسين عليهم السلام، وخروجهم وقيامهم بدين الله عز وجل. هؤلاء خرجوا وقاموا بدين الله عز وجل، ولكن وما اصيبوا يعني والذي اصيبوا من قتل الطواغيت اياهم أمير المؤمنين قتل الإمام الحسن مات بالسم مقتولا والإمام الحسين قتل بالسيف زي لماذا خرجوا؟ يعني ما كانوا يعلمون بهذه النتيجة أو كانوا يعلمون ومع ذلك خرجوا والآية تقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذا السؤال حمران هكذا الجواب انهم كانوا يعلمون بالنتيجه كيف؟ لان الله سبحانه وتعالى اوحاها الى رسوله صلى الله عليه واله والرسول اخبرهم كما ان ذلك كان في الوصيه كان موجودا لكن اذا الانسان عمل تنفيذ لامر الله سبحانه وتعالى الله امره هذا لا يكون القاء النفس بالتهلكه وانما امتثال امر الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا المجاهد الذي جاهد ولم ينهزم من المعركه رغم انه يعلم لو لم ينهزم لقتل ما انهزم ما انهزم الى ان قتل هذا القى بنفسه في التهلكه ام انه جاهد بامر الله الى ان قتل شهيدا مثلا في معركه احد في غزوه احد المسلمون الذين صمدوا في القتال ما فروا هؤلاء قتل اكثرهم والذين فروا نجوا لم يقتل احد منهم هل الذين استشهدوا في معركه احد مع علم بعضهم انه سيقتل اذا لم يفر هل عمل إلقاء النفس بالتهلكة لا لماذا لأنه بأمر الله سبحانه وتعالى الله يقول لأنه أنت ما لك حق تنهزم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا طبعا إذا كان بأمر من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلقاء النفس بالتهلكة فالرسول صلى الله عليه وآله أخبرهم أن الله يريد منكم هكذا فعملهم مطابق للواقع ولا تناقض فيه رأيت ما كان من أمر علي والحسن والحسين عليهم السلام عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز وجل وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء أنشد هذا الشعر من الأشعار المعروفة بين العرب والامام استعمل ذلك الشعر انشادا فان نهزم فهزامون قدما وان نغلب فغير مغلبين وما ان طبنا وما ان طبنا جبن ولكن منايانا ودوله اخرين فان نغلب يعني ننتصر فَهَزَّامُونَ قِدْمًا يعني هذه دأبنا وعادتنا بأننا ننتصر في معاركنا على أعدائنا فَإِنْ نَهْزِمْ فَهَزَّامُونَ قِدْمًا وَإِنْ نُهْزَمْ إِنْ نُغْلَبْ فَغَيْرُ مُهَزَّمِينَا فَغَيْرُ مُغَلَّبِينَا صحيح إحنا انهزمنا قتلنا مثلا أعداؤنا انتصروا علينا لكننا لس لسنا مغلوبين، الشجاع الذي يقاوم الى ان يقتل، هذا ليس بمغلوب. وما ان طبنا جبن، طب يعني العاده. زين لماذا انهزمت؟ يقول ليس انهزامي بسبب الجبن، وما ان طبنا جبن، ولكن منايانا ودولة اخرين النتيجة وتلك الأيام نداولها بين الناس ومنايانا قد حانت ودولة الآخرين قد حانت بتقدير الله سبحانه وتعالى فنحن غلبنا ولكن غير مغلبين فقال أبو جعفر عليه السلام يا حمران إن الله تبارك وتعالى قد قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه يعني ما جرى عليهم كان بقضاء وقدر من الله، وهذا قدر أجراه الله، لم يكن فيه بداء. أحيانا الله سبحانه وتعالى لمصلحة يقدر ثم يغير ذلك التقدير، هذا ما يعبر عنه بالبداء. مثل النسخ في التشريع: الله شرع على إبراهيم أن يذبح ابنه اسماعيل ثم بعد ذلك نسخ ذلك الحكم. الله يقدر قدر عذاب قوم يونس لكن لما تضرعوا الله سبحانه وتعالى كشف عنهم عذاب الخزي ومتعهم الى حين. بالنسبة إلى ما جرى على الأئمة هذا كان قضاء وقدر لا بداء فيه. ولذا امضاه الله سبحانه وتعالى بمعنى انه اجراه يقول قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وامضاه وحتمه ثم اجراه فبتقدم علم ذلك اليهم من رسول الله قام علي والحسن والحسين يعني الرسول كان قد اخبرهم وامرهم بان ينفذوا وصيه الله سبحانه وتعالى وبعلم صمت منا من صمت تشوف الإمام زي العابدين والإمام الباقر صمت لم يخرج بالسيف أمام الظالمين هذا ليس جبدا أو ليس اجتهادا من أنفسهم لا وبعلم صمت من صمت منا لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك الصمت، وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب سنتلوها عليكم إن شاء الله في حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.